قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، وهو ينغمس في الماء مرات ويشك انه اغتسل ام لا، فهو بلا شك غير عاقل. يعني اراد الامام ابن عقيل ان يبين يعني للحاضرين ولهذا الانسان ان قضية التشكك والوسوسة اذا زادت عن حدها انقلبت الى ضدها، والوسوسة باب من ابواب الشيطان. يأتيك في الوضوء فيقول لك انت تتوضأ وانت لم تستنج جيدا داخل دار الخلاء، انت يبدو ان في نقطة بول نزلت في ثوبك، فان عد هذه المسألة يقول له انت لم تمسح على رأسك، انت لم تغسل يدك اليمنى، انت نسيت ان تغسل رجلك. فاذا مرت هذه يأتيك في الصلاة فيقول لك انت تصلي وثوبك في شيء من النجاسة؟ فتقول من اين نجاسة؟ قل انك توضأت داخل الحمام الذي فيه كذا وكذا. واذا مررت او يعني عديت هذه المسألة وتغلبت عليه يجي لك في الصلاة، فبعد ما تركع يقول لك انت لم تقرأ الفاتحة. فانت اذا تيقنت يقول لا بس انت لم تقرأ السورة. فاذا تيقنت انك قرأت السورة يقول انت لم تكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر. فان ظل هكذا يظل معك في الركعة الثانية، فيأتي في الركعة الثالثة يقول انت في الركعة الثانية ام في الركعة الثالثة، ويشكك في هذه المسألة، وتنشغل انت بهذا الموضوع انشغالا عجيبا. يا ترى تكمل الصلاة ام لا تكمل الصلاة؟ يا ترى انت صليت ركعتين ام صليت 3 ركعات؟ تدخل الوسوسة لتفسد عليك العبادة. اولا اول شيء عشان تغلق هذا الباب، لان اذا فتحت باب الوسوسة يدخل لك بعد ما يدخل عليك على الوضوء والصلاة يدخل عليك في مسألة النجاسات، وبعدين يدخل عليك في مسألة التوحيد، ويدخل عليك في مسائل كثيرة. والانسان سبحان الله يقعد يخلي دماغه يسرح هنا وهناك. فاغلق الباب. كيف تغلق الباب؟ لو كثرت عليك الوسوسة والتشكك في ان وضوءك غير كامل، تيقن ان وضوءك صار كاملا. حتى وان لم تثق، فما دام طالما ان تتكرر معك كل يوم مرة او مرتين، قل لا 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 انا مسحت على رأسي، وانا غسلت اعضائي التي يجب ان اغسلها، انا توضأت لما جاء انس رضي الله عنه بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف امام الصحابة غسل يديه 3، ثم تمضمض ورج الماء في فمه 3، ثم استنشق واستنثر 3، ثم غسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي الى اسفل لحيته وما بين شحمتي الاذنين 3، ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين 3، اللي هم العظمتين الظاهرتين في الايه عند الكوع هذا، ويل للاعقاب من النار، ثم غسل ذراعه الايسر 3، ثم مسح على راسه، ثم غسل ومسح باذنيه ولم يمسح رقبته، ثم غسل رجله اليمنى ورجله اليسرى وخلل الماء داخل اصابعه وارتفع بالماء يعني الى المرفقين هكذا الى الكعبين اللي هما العظمتين البارزتين كعبين، ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. اذا انا في, في, في شرع الله هذا هو الوضوء، فاذا توضأت هكذا لا ادخل الشيطان في مسألة الوسوسة. فاذا وقفت لأصلي، اذا كان الوسوسة تأتيك كل مدة ومدة، يعني في الشهر مرة، كل شهرين مرة، كل 6 أشهر مرة، فتبني على الأقل. يعني تبني على الأقل؟ يعني تقول أنا صليت ركعتين أم 3 ركعات؟ تقول لا ركعتين. صليت 3 ركعات أم 4؟ لا صليت 3 ركعات. أما إذا كانت الوسوسة باستمرار عندك ودي عادة كل يوم تجيلك هذه الوسوسة، كل يومين تجيلك، فإذا ابني على الأكثر. يعني تبني على الأكثر؟ أنا صليت ركعتين ولا 3 ركعات؟ ولا 3 ركعات كي أرغم الشيطان. انا صليت ركعة ولا ركعتين؟ اقول لا انا صليت ركعتين. لماذا؟ لان نغلق باب الشيطان، لان لو فتحنا باب الشيطان نسأل الله السلامة. ولما جلس عمر رضي الله عنه مع الصحابة يشرح لهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكارثة الذي لا يخشح في الصلاة وكارثة الذي لا يسبغ وضوءها ولا يتم لا ركوعها ولا سجودها، فقلق الصحابة وقالوا يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي، يعني حالة خطيرة هذا من يصلي، فما بالك بحال من لا يصلي؟ قال انا اكلمكم عن المسلمين. ولذلك قال علماؤنا من اسبغ وضوءها
وأتم ركوعها وسجودها، لفت كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى صاحبها داعية له: حفظك الله كما حفظتني. وإذا لم يسبغ لا وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها، لفت كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. فلك في الصلاة أن تقيمها كما هي، ولأن الصلاة لها ثمرات كثيرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يركع أو يسجد عند الحرم فيضع الحمام على رأس على ظهره ظنا منه أنه جدار من الجدر، لأنه يطيل الركوع ويطيل السجود. حنانيكم في الصلاة، على مهل في الصلاة حتى يتقبل الله منا. ثم بعد ذلك لا داعي لإدخال الوسوسة في قضية الوضوء، قضية النجاسات، وقضية الطهارة، وقضية الصلاة. فالوسوسة قد تدخلنا في مداخل شتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يعيذنا وإياكم من الوسوسة، وأن يجعلنا وإياكم من المتذكرين لله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، ومن المواظبين على الصلوات الخمس في مواعيدها وفي المسجد بنوافلها، حتى يتقبل منا رب العباد سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.